شو اسمه؟ قلت له السؤال، قال لي ميني فان از تيستد ان اكسلريشن اند بريكنج، حكى لي بالاكسلريشن تيست الوقت المستغرق 8.2 8.2 سكند. حكى لي انكريز فروم 10 كيلومتر ل 100 كيلومتر، يعني ننتبه هاي اور وهذيك سكند، فاحنا بدنا نحول كيلومتر لكل اور لمتر لكل سكند. لا تحكي لي كيلومتر لكل سكند، لا، لازم المتر معها سكند والكيلومتر معها اور. شو بنعمل احنا؟ بدنا نحول. ببساطة تفتح الآلة الحاسبة تبعتك، شيفت 8 تحط فيلوسيتي تحولها، أو وبتحكي كيلو متر لكل باور اللي هي 10 بيعطيني إياها. لو ضربتها بمتر على كيلو متر، لو ضربتها بأور على سكند، الواحد كيلو متر بيعطيني 1000، والواحد اور بيعطيني 3600. عشان هيك اذا بدي احول من كيلومتر لكل اور لمتر لكل سكند، بضرب ب 1000 وبقسم على 3600. طبعا من كثر ما حليت السؤال هذا بيطلع عندي في نوت تساوي 2.7 7 متر لكل سكند. في فاينل بما انها 100، يعني اذا كانك ضربتها ب 10 تكون 27.77. فانا شو معي؟ معي في فاينل، معي في انيشال، وزمن بده تسارع. راح اطبق المعادله اللي ما فيها مسافات، اللي هي في فاينل تساوي في انيشال زائد اي تي. في انيشال معي، في فاينل معي، الزمن معي، بطلع الاي. الاي طلع معي سالب، حلي غلط. ليش؟ لانه هذا اكسلريشن. طيب يطلع معي موجب اكيد. طيب هسه بنروح على البريكنج تيست. قال لي البريكنج تيست يعني بهذا بالتباطؤ، قال لي المسافه اللي مشاها 44 متر لحتى يوقف من 100 كيلو متر، يعني في انيشال 100 كيلو متر بنحولها ل 27.7، والفي فاينل زيرو، حكى لي ستوب، والمسافه 44 متر. ليه اوجد الهاي؟ طيب شو العلاقه اللي بتربطهم من قوانين الحركه؟ طبعا هو قال لي ايش؟ اسيوم كونستانت فاليو للاكسلريشن والاكسلريشن. لو ما قاليش كونستانت بدي احل على التكاملات اللي هن بالسكشن الاول، الاساسيات اللي قلت عنهم. طيب 44 متر، شو العلاقه اللي بتربط بين الفي والاكس بدون زمن؟ اللي هي في فاينل تربيع او في انيشال تربيع زائد 2 اي دلتا اكس. بطلعهم بيطلع معي الاكسلريشن اللي هو الاكسلريشن بيطلع معي سالب، هون حلي صح لانه تباطؤ. هذا سؤال بسيط على المجموعة A، بس بعرفك تنتبه على تحويل الوحدات، وبعرفك انه كيف تتعامل مع معادلات الحركة، انه هذا سكشن معادلات الحركة، ما بيهمش كثير. طيب سؤال سألت عنه هو سؤال 42، هذا سؤال موجود في الدرسية، سألت عنه. هسا السؤال بحكي لي، قال لي اوتوموبايلز A and B is traveling ان ادجستمنت تاي واي لينز ات تي تساوي زيرو. عند التي تساوي زيرو قال لي البوزيشن والسبيد هالقد، قال لي البوزيشن والسبيد هالقد، يعني اعطاني هون اوريجن مرجع، يعني انه هون الاكس زيرو، فاكس اي ابتدائيه او الاكس نوت يعني لاي تساوي زيرو، والاكس نوت لبي، طبعا هذول سيارتين بيشتغل كل جسم لحاله، بتساوي كم؟ 25. هو حدد لي مرجع لحاله، قال لي الفي نوت 15 كيلومتر لكل اور، بشوف بالسؤال التسارع متر لكل سكند، بدي احول بضرب ب 1000 وبقسم على 3600. كم بتطلع؟ خلينا اشوف بس دقيقه، بتطلع معي ال 4.166، والفي نوت لبي بتطلع معي 6.388. قال لي knowing that the automobile، اي اوتوموبايل فيهن؟ اي طبعا هاي اي، الكتاب هذا مقصقص. has a constant acceleration of 0.6، يعني constant acceleration معادلات حركه، اي اي acceleration مش acceleration يعني موجب 0.6، and the b has constant acceleration يعني سالب، اي بي بيعطيني السالب 0.4. قال لي اوجد متى ايه راح تخبط بي، يعني متى راح يلتقوا؟ هذا السؤال بيشبه سؤال المصعد والكره، وانا عندي قاعده بهاي الماده، اللي بيفهم السامبل بروبلم لحالهن مستعد يحل كل بروبلم اللي بعدهن، لانه هم الاساس. مثل ما عرفنا هسه سؤال المصعد والكره متى بيلتقوا، يعني سوي الاكس
الاكس. انا هون معي اكس نوت بي نوت واي، فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اطلع الفي فاينل والواي فاينل، بطلعهم مع معادلات الحركه، وبالنسبه لبي نفس الشيء، بروح بسويهم ببعض. بعدين بيطلع معي زمن، والزمن هذا بعوضه بالمعادله هاي او هاي، بيطلع معي زمنين بعوض الموجب. هسه بيطلع معي هو بده ايش، متى وين بدهم يلتقوا ببعض، وين طلعناه. طيب متى راح يطلع معي مسافتين؟ راح يطلعوا الثنتين معي 68 متر، لانه نفس المسافه. بدنا ننتبه هاي 68 متر عن الاوريجن. هسه هذول هون كانوا 25 متر، هسه هاي بتكون مشت هيك، وهاي كمان مشت هيك، راحوا التقوا مثلا هون على مسافة أنا ما بعرف كم هي. لا أنا بعرف طلعتها هاي 68، بس هو أنا بدي كم المسافة؟ أنا بدي المسافة كم؟ بدي المسافة هاي اللي مشوها هون كم هاي بتكون؟ إذا كانت هاي دي، فدي زائد 25 بتساوي 68. فالمسافة اللي البي بالنسبة لبي، يعني بي خبطت بأي بعد مسافة 68 ناقص 25 بالنسبة لبي يعني، وإيه خبطت بعد 68 متر. اللي سألني عن هذا السؤال وضح؟ إيه وضح ولا لا؟ بعرف إذا أنك حاضرت فيه أشوف. موجود، وضح أتوقع. الفكرة بس إيش كانت؟ المسافة. هسا بدي أشوف المسافة بالنسبة لبي والمسافة بالنسبة لأي. هسا لما عوض المعادلتين بيطلع 68 متر، بس إيه مالها؟ بتكون 68 متر كاملة، بس بي مسافة مجهولة كم هي؟ شيل منها 25، بس هاي الفكرة، تطلع 43 متر. طيب، تقريبا نفس الشيء. طيب، هاي البكرات من هاي البكرات. قال لي بلوك A، طبعا معادلة الحبل، XA زائد ناقص اكس بي، هاي معادلة الحبل الأول. معادلة الحبل الثاني 2 اكس بي زائد اكس سي تساوي، بروح بطبق هاي بخليها 2 اي. هسا ايش هون جيب لي سيرة تسارعات؟ لا نقرأ السؤال، حكى لي constant velocity معناته الاي زيرو، فما بكتب معادلات التسارع خلص. 2 VA ناقص VB تساوي 0، وبالنسبة للحبل هذا 2 VB زائد VC تساوي 0. طيب قال لي بلوك A moves down with constant velocity 1، يعني VA تساوي 1 لتحت، وفرضتها موجب. لأوجد الـ velocity لـ C. طيب بكل بساطة هاي VA صح؟ أعطاني إياها 1، 2 في 1 تساوي VB، معناته VB 1. طيب هو بده velocity C، في بي بعوضها هون تطلع معي في سي تساوي سالب 4. سالب 4 يعني 4 فوق. الفكرة بس بطبق المعادلات بعوض التعويض مباشر. الفرع الثاني قال لي أوجد فيلوسيتي لبي ريليتيف لهون، في شيء هون مش عارف شو هو. التوصية هو معبيه طبعا أنا عارف شو هو. بس لو فرضنا بي ريليتيف لسي، ففي بي معي 2 وفي سي معي 4، ففي بي ريليتيف لسي مثلا في بي ناقص في سي، وبعوضهم ثنتين مطلعهم. بدو ريليتيف فيلوسيتي للبورشن دي ريسبكت لاي، بروح عند البورشن دي هاي دي بطلع معادله الحبل، باخذ الجزء السهل بقول له اكس سي زائد اكس دي تساوي كي، ففي سي زائد في دي تساوي 0. طيب في سي كم طلعتها؟ سالب 4، والفي دي كم بدها تساوي؟ بنقول الطرف سالب في دي، يعني في دي 4. طلعت معي موجبه يعني لتحت، لان انا فرضت لتحت موجب. طيب هاي الفي دي هو شو بده؟ دي ريلاتيف لاي، يعني 4 ناقص 1 وتساوي 3. هاي حله ريلاتيف فيلوسيتي. هذا سؤال بكرات. سلسله البكرات لما بدي اتعامل معها بكتب معادلات الحبل، بعوض المعطيات وبيطلع معي. بس في تريك، في تركين بدي افهمهم توقع بهذا السؤال.
هسه معادلة هذا الحبل VA زائد VD VB تساوي 0. معادلة الحبل الثاني 2VC ناقص VB ناقص VD تساوي 0. معادلة الحبل الثالث VB زائد 2VD تساوي 0. هاي التريك. هسه هاي المعادلة راح تطلع لي VA تساوي سالب VB. ركزوا معي بهاي الكلمات اللي بحكيها. يعني إذا A تحرك لتحت يعني B بتتحرك لفوق عكس الإشارة، هاي السالب. إذا A تحرك لتحت B بتتحرك لفوق. منه بفهم لما أجي لهون B بتتحرك لفوق فدي راح تتحرك لتحت. طيب انا لما احل هذا السؤال راح يطلع معي في دي يساوي سالب، فانت تحكي طلع معي سالب، شو بعمل انا؟ كله فوق وانا فارض الموجب لتحت، راح اقول لك غلط. تخيل حركات، مش تخيل، تعامل مع اسهم. مش شرط الاشاره طلعت معي هي تجيب لي الجواب الصافي، الشرط اللي بقول لك اياه انا A بتعطيني عكس حركه B وB بتعطيني عكس حركه D، اذا D نفس حركه A، فخلص اشارات ما بتهمني. الفكرة بدي أوصلها. بس الفكرة الأخيرة، التريك الأخير اللي هو هذا سؤال 52. سؤال 52 شو حكى لي؟ أعطاني relative velocity constant acceleration في التسارعات كلها صفار، مش تسارعات، ما في شيء صفر. قال لي velocity لأ A relative لمين هاي؟ تتحسر هسه والله ما بتحذر. بي تساوي 2.4. اللي اوجد الاكسلريشن لسي، اللي اوجد الاكسلريشن لاي للكيبل. الكيبل يعني اقطع عنده، خذ مثلا هذا الجزء. بتكون معادلته اكس بي زائد اكس اي. ما لهاش معادله الحبل. هسه اللي بالجزء الاول، اذا بلاحظ مش معطيني معطيات ريلاتيف ومعطيني زمان. انا شو بعمل بهاي الحاله؟ بعمل زي هيك في اي ناقص في بي تساوي 2.4 وبحكي له شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ خلي السؤال كله بدلالة الريلاتيف. كيف يعني؟ يعني لما اقول اكس فاينل، ما هاي اعطاني كونستنت اكسلريشن، انا بدي اكسلريشن، معطيني زمن ومعطيني سرعة وقال لي ريست. اكس فاينل بتساوي اكس انيشال زائد في نوت تي زائد نص اي تي تربيع. بس الاكس فاينل لمين اخذها؟ لاي جسم؟ A ولا B ولا C ولا D؟ لا، خذها لها ريلاتيف. اكس A ريلاتيف ل B كلها فاينل تساوي الاكس انيشال 0. هي مش 0، هي الدلتا. الفي انيشال 0 ريست. ايش بيطلع عندي؟ نص في A A ريلاتيف ل B تربيع. طبعا الازاحه مش معي، فممكن استعمل معادلات ثانيه. لو بدي اجيبها بدي اورجيكم الفكره انه من حل المانيوال. سؤال 52 عامل زي هيك، بس دقيقه اتاكد. زي هون هيو. اخذ السؤال كله بدلالة الريلاتيف، اخذ السؤال كله بدلالة الريلاتيف. السؤال كله بدلالة، طبعا هاي العلاقة اللي هي في فاينل في انيشال زائد 2 اي دلتا اكس، تاخذ مطلقا بعد الجذر التربيعي. وانا مش عارف هي تريك ولا شيء، بس الفكرة بدي اقول لكم اياها انه اشتغل السؤال كله ريلاتيف. انه سؤال بلاش هذا السؤال هون، هاي بدي اشوف كنترول المانيوال. هذا السؤال شوي
خذوا له فكرين. هذا السؤال أدى الفصل الأول الماضي، كان السؤال بالنسبة صعب جداً على فكرة الريلاتيف. أعطى يومها إذا XA تساوي كذا، المعطيات هون، بس أنا بتكتب الأرقام من عندي، XB تساوي كذا، إذا الـ velocity لـ A relative لـ B تساوي 50 مثلاً، وأعطاني زمن كأنه قال لي أوجد acceleration. كل الطلاب يعني وقتها بس جاب واحد 24 وواحد 20 والباقي 12 وعشرات بالامتحان هذا بسبب البكرات مش بسبب السؤال الثاني، مع أن السؤال الثاني هو التعجيز. ولا واحد خطرت عباله أنه يحكي XA relative لـ B تساوي سالب 50 اللي هو طرح A ناقص B، فهي طلعها relative هاي relative ومعها كأنه زمن، بطلع الـ A relative لـ B ومنه بعدين بفصل. ولا واحد خطرت عباله أنه يعمل هيك، ولا واحد خطرت عباله يعمل هاي الحركة. يعني هاي الـ A B relative لـ A طلعناه والزمن طلعناه مثلا وكملنا حل، بس ما حداش خطرة عباله يعمل هاي، صار يقول السؤال فيه نقص والسؤال كله مدهي. طبعا الرسمة اللي هي هاي الرسمة، شوي أشيل رسمة السؤال اللي هي هاي، هذا هي سؤال 61 و62، واحد منهم هو الصعب. البكرات بشكل عام زي هيك، بس ننتبه على ترك الاتجاهات وننتبه على ترك الريلاتيف، انه ما ننساش الريلاتيف شو هو. هذا السكشن مش داخل اللي هو الرسم وما رسم واقترانات، هذا كله مش داخل السكشن. بس مع العلم تتأكد هو مش داخل، بس الأفكار هي اللي فيه بسيطة. بس عشان رقم السؤال برجع لنا هون، أتأكد لكم منه بلاش يجيكم الأحد. لا لا بالسكشن الداخل. هذا السؤال سؤال 96، هذا السؤال لو ما كان في كورونا كان راح يجي فيرست الفصل الماضي. ركزوا عليه، سؤال 96 تسألوني ايش كيف. طبعا تمام، هذا السؤال كان راح يجي الفصل الماضي، شوفوا حل المانيوال إذا وكذا، أنا ما اطلعتش عليه صراحة يعني. طيب سؤال 11-96 كان راح يجي فيرست الفصل الماضي، كورونا نجت الطلاب منه. طيب هسه المخذوفات، السكشن قلنا مش داخل، مخذوفات. بس احنا كل شيء اخذناه قبل هيك كان اسمه ريكتلينير موشن، حركه خطيه. بس الكيرفلينير موشن هي حركه فيها تقعر زي هيك. بكل بساطه بدي احل هذا الشيء، في عندي مجموعه معادلات. طبعا الكيرفلينير تنقسم لمخذوفات وتنقسم لبكرات لحركه دائريه اللي هي اي ان واي في. بكل بساطه اي سؤال مخذوفات بقسم الشكل X component. هاي سؤال بالحياة يعني، في X و Y بشتغل X لحال و Y لحال. Y component. ما بكرة شرحه في فيديوهات على اليوتيوب، بس بعطيكم هسه حالات أوسع أكثر يعني. X component Y component. قواعد المخذوفات، ال V constant، ال V على X، ما خلص X كومبوننت يعني هون كل شيء بخص X، مش تفكرها V الأصلية بس، ها وبكتب لكم V X ولا تزعل. V constant فبالتالي X تساوي 0، هاي قواعد عامة. A Y يساوي سالب B اللي هو سالب 9.81 أو سالب 32.2 إذا كان السؤال بالفيت. هذا السؤال أنا سألت عنه 15 مرة، من هون جبت 32. اي واي سالب جي، هاي قاعده. هسه لو فرضنا الحاله العامه للمخذوفات زي هيك، وانا عندي حالات كثير، ثيتا
هاي ال في، هذا محور اكس هذا محور واي. راح اقول لك في اكس بدها الشطاره في نوت، هاي في نوت طبعا. طيب في نوت ولا في فاينل نفس الشيء كونستانت من على الاكس كومبوهات. في نوت كوساين ثيتا، في نوت واي، في نوت ساين ثيتا. طيب سهم لتحت في نوت بتصير سالب في نوت ساين ثيتا، يعني بس بتتبع الاسهم. السهم اليسار سالب في نوت كوساين ثيتا. طيب المعطيات اللي عندي، طيب بس شو اطبق؟ اطبق معادلات الحركه، اكتب من كتابي اسهل، ما بحبش اكتب. عندي انا معادله هسه اكس كومبوننت، بطبق شيء اسمه اكس، بقول له اكس فاينل تساوي اكس انيشال زائد في نوت تي زائد نص اي تي تربيع. طيب انا قلت لك الاي كون الفي كونستانت في الاي زيرو، فالمعادله بتصفي زي هيك. طيب اقول لك شيء ثاني، في فاينل بتساوي في انيشال، حط قاعده. ليش؟ لانه زائد 2 اي اكس في الاي زيرو. شو ظل عندي كمان؟ في فاينل تربيع راح تساوي نفسها في انيشال تربيع. ف طبعا هاي شو اسمه في انيشال زائد اي تي مش بيتر 2 اي دلتا اكس، بس الاي برضه زيرو. فهذول على الاكس ما بقدر اطبق الا هذول المعادلتين، وهاي ما بستعملها كثير الا بحالات معينه. شو الحالات المعينه؟ زاوية ثيتا زاوية ألفا، يعني تكون عندي في صورة على الفاينل مايل بزاوية، فبقول له في فاينل كوساين ثيتا بالسالب بتساوي في انيشيال ساين ألفا مثلا. هاي الاشي الوحيد اللي ممكن استعمل المقذوفات فيه، انه يكون عندي السرعة الابتدائية النهائية مايل بزاوية. طبعا راح اورجيكم صور عليها، فما مدقق عليها كثير. طيب واي كومبوننت راح اطبق نفس هاي المعادله، راح اقول لك واي فاينل تساوي واي انيشال زائد في نوت تي هسه زائد اي تي نص اي تي تربيع، يعني الاي قلنا سالب جي، فالسالب راح تصير نص هسه الجاذبيه خلص خليها جي تي تربيع، مشان ما تحكي لي 32 من هون عدت ولا هاي، لا هاي ما عدت. تقول لي كمان v final تساوي v initial ناقص ال gt، هاي المعادلة اللي بنستعملها مرات. وراح استعمل كمان v final تربيع تساوي v final v initial تربيع ناقص 2 g دلتا y دلتا y. استعمل هذول المعادلات، هاي المعادلات العامة بخلطهم ببعض بطلع المطلوب، ايش اشي ناقص بطلع منهم. بس شو الاشياء ممكن استفيد منها؟ لو هذا المقذوف زي هيك مثلا، راح اقول لك هذا الهايست اليفيشن، راح اقول لك انه لو قسمت الشكل هذا بالنص بقدر اطلع، وبقول لك الفي فاينل هون تساوي زيرو، بقدر اطلع هاي المسافه اذا طلبها مثلا، انه عند اقصى ارتفاع الفي فاينل زيرو. ليش؟ حكيناها اول الماده. راح في اسئله كثير عليها ومش راحين بالفيديوهات، بس راح نشوف كيف. احنا علينا ان نطبق هالحالات وبس. طيب نروح نمسح هذا. شغله ثانيه، اي سؤال بشابتر 11 المحاور تبعاتي اكس واي، لا تقول ليش الاكس هيك، ليش الواي هيك، تقلبها ستاتيك وزوايا اي شيء. شابتر 11 الاكس اكس هيك والواي هيك، شو ما كان الشكل، سطح مايل، سطح ملولب، سطح مدور، اكس هيك واي هيك، بس قاعده انا برايي حق هذا. طيب هل امثله على المخطوفات؟ سؤال سؤال لا مش سؤال في الفصل الماضي، سؤال زي هيك. اول شيء بتحدده مرجعك، مرجعك انا من عندي بقول لك دائما 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 نقطه الانطلاق. تقدر تحط نقطه ثانيه
تسهل حالك كثير نقطة الانطلاق. هاي نقطة الانطلاق، هذا محور الإكس تبعي وهذا محور الواي تبعي. لا تحكي ليش تتفنى اللي فيه نتمين ليه، هذا الإكس وهذا الواي. طيب ثاني إشي نقسم الشكل لشكلين لقسمين إكس واي، تقول لي هون في نوت تساوي 180 كوساين 30، في نوت تساوي 180 ساين 30. واضحة؟ قليل كوساين مع الإكس، فالإكس بأخذ كوساين والواي بأخذ ساين. واي إكس إنيشال تساوي زيرو. ليش زيرو؟ نقطة الانطلاق فرضتها هون، فما فيش مسافة ابتدائية. واي إنيشال تساوي زيرو. ليش صفرت لك إياهن؟ نقطة الأوريجين اللي دائما بتختارها بتساوي زيرو. طيب إكس فاينل حسب السؤال هذا تساوي إكس، اللي هي بلش هون وبده ينتهي هون، فأنا بدي المسافة هاي إكس مجهولة. واي فاينل تساوي سالب 150. ليش؟ أنا عندي المرجع هيك، الواي لفوق الموجب، فكل ما أطلع موجب كل ما أنزل لتحت سالب، فهو انتهى هون، فالمسافة هاي سالب 150. هاي المعطيات خلصتها، شو بطبق؟ أعطاني زمن؟ ما جابليش سيرة زمن، حر أنا بدي أعطيك زمن. طبق إكس فاينل تساوي إكس إنيشال زائد في نوت. حسين؟ آه. نقدر ناخذ نقطة الأصل لسطح الأرض؟ آه. أنا قلت لك خذ نقطة الانطلاق تريح حالك. وفوق لك بدي يطلع نفس الجواب، بتطلع كيف؟ هسه هاي تبدأ معك. يعني إذا بديش أريح حالي باخذ هاش؟ آه، بتغلب حالك. خلاص تمام. طيب اكس فاينل بتساوي اكس انيشال زائد في نوت تي، انا اخذت نقطه الاصل هي اللي هون، معناته هاي زيرو. الاكس فاينل بده اياها الفي نوت، في نوت اكس، في نوت اكس مش 180، 180 كوساين ثيتا. حطها بضل عندي معادله اكس زائد تي، خليها يعني مجهول. بروح على الواي كومبوننت، واي فاينل تساوي انيشال زائد في نوت تي ناقص نص بي تي تربيع. طيب واي انيشال انا وين فرضت الاوريجين؟ نقطة الاصل واي انيشال زيرو. طيب انا اخذت الاوريجين الارض، هاي بدي ارسمه بلون ثاني، بديش اصفر، هاي اخضر، هاي الاوريجين هون الارض. راح تقول لي نقطة الانطلاق هون، وانا مرجعي نقطة الانطلاق يعني واي انيشال، واي انيشال كم بدها تصير؟ لا تصير 150. طيب ليش مش بسالب 150؟ لانه انا هذا مرجعي وهي فوق مرجعي، فواي انيشال بتصير هاي، انا هون بالاحمر اللي رسمها زيرو، ولكن لو رسمته بالاخضر بتكون هاي 150. طيب واي فاينل هي هون، فاينل وين؟ عند عند الاوريجن نفسه، يعني هاي كم؟ زيرو. طيب انا لو الاوريجن بالاحمر واي فاينل سالب 150 واي انيشال زيرو، طيب هنا واي فاينل زيرو واي انيشال 150، نقول هذا الطرف الثاني ترجع سالب 150. يعني شو ما اخترت اوريجن بتفرقش معي، بس بتريح حالك شوي. كيف ليش؟ خلص انا متعود هيك مرتاح على لو اخذ اوريجن، بس سؤال واحد تاخذ فيه اوريجن. نجي واي انيشال زيرو واي فاينل سالب 150. طيب في نوت معي، بي معي، بي مش معي. طيب كم هذول المعادلتين مجهول فيهم؟ مجهول فيها هون التي وهون مجهول فيها التي والاكس. طيب هون بطلع التي من هون وبضع هون تطلع معي الاكس، خلص السؤال. طيب شو طلب مني؟ طلب مني the greatest elevation above the ground. طيب انا لما فرض اوريجيني هون وهي طلعت زي هيك زي هيك، انا راح تطلع معي المسافه هاي ايشي، راح تطلع معي مسافه. شو بده المسافه من الارض؟ أنا بدي أحكي 150 زائد المسافة اللي طلعت هون، هاي تطلع 413 تذكرت. المسافة عن الأرض 413 زائد 150 بتطلع معي. هاي بتطلع هون 413 هون ذاكرة هون. بس لو أنا أخذت الأوريجن هون الأرض، أخذت الأوريجن الأرض مباشرة طلعت معي هي اللي بده إياها.
فأنا إيش هو طلب مني هون؟ ماكسيمم إليفيشن، فأعوض الفي زيرو. هاي طلع هون، طلع مع أحلاه تساوي زيرو. صفرها. طب هذا سؤال مخطوفات، سؤال ثاني مخطوفات، سؤال فصل الماضي. عقود الدكتور تجاوب تغير أرقام، فعلا تغير أرقام. فاين الفصل الأول مش الثاني. هذا سؤال طلب مني زاوية. خذ قاعدة بيطلب منك زاوية بالمخطوفات، أعرف إنه في عندي زاويتين. شو التفسير؟ تعالوا أجيب لكم التفسير. هاي التفسير. أنا ممكن أضرب المخطوف هذا هيك بزاوية معينة يطلع معي هيك، ممكن أضرب المخطوف هذا بالزاوية هاي بنفس السرعة ويطلع معي هيك، يوصل على هاي النقطة. فأنا لما يطلب مني زاوية أعرف إن المخطوفات ممكن يكون عندي زاويتين، ممكن يكون في ثلاث، بس لا إحنا حسب الحل راح يطلع معنا اثنين. طيب نطفي هذا حلو. فأنا إيش بيطلع معي زاويتين؟ هون راسمها، هاي راسمها راح تغلبت حالي. طيب the projectile is fired with initial velocity 244 at a target B located 610. ف أول شيء تحديد origin، نقطة الانطلاق هاي نقطة الانطلاق هاي واي. X initial 0 Y initial 0 V initial cosine alpha V initial Y sin alpha. طبعا مع الـ V note اللي أعطاني إياها. قال لي الـ X قال لي هاي المسافة هيك، فالـ X final هيها والـ Y final هيها. طيب شو ضل عني؟ مني أوجد ألفا ببساطة بمشي معها بالحل. V note X هيها، بطبق معادلة الـ X final تساوي X initial زائد V note T. عرفت الـ original هون قلنا الـ X initial 0، فبتطلع معي معادلة دلالة ألفا و T. دائما خلي T موضوع القانون، لا تخلي الكوسين ألفا موضوع القانون، بتطير السؤال. T موضوع القانون، معادلة الفاينل الواي بتطلع لي هاي. فهسا ايش بيطلع معي؟ معادلتين مجهولين T وألفا. شو بعمل أنا؟ بحلها بالتعويض، ما بحلها على اللي حاسبة، ما بتنحل معي. T هاي هو معادلة الواي هيها، فواي فاينل كذا كذا تطلع معي هيك، فبتطلع معي هاي ساين ألفا كوساين ألفا، فبتقسمهم مع بعض بعطيك تان ألفا. وكوساين ألفا الكل تربيع يعني السيكنت تربيع، والعلاقة بين السيكنت والألفا هيها سيكنت تربيع تساوي واحد زائد تان تربيع، بتصير معك معادلة تربيعية بدلالة تان تربيع تان عادية، وهاي تطلع على الآلة حاسبة على الآلة حاسبة هاي بتطلع معك تان ألفا تساوي كذا وتان ألفا يساوي كذا. شفتوا ليش طلعت زاويتين؟ لأنه طلع معي معادلتين، بحل المعادلتين باخذ تان انفرس بيطلع معي زاويتين 29 70. طيب هذا السؤال بسيط مهم جدا على الحركة النسبية، اللي أوجد الريلاتيف فيلوسيتي، بس واحد بيتحرك على اكس وواحد بيتحرك على واي. شو بعمل أنا؟ بنحول السرعة إذا بنها الكيلومتر، باخذ الجسم A لحال، باخذ الجسم واي لحال. طبعا ايش أقرأ السؤال خلاص بتعطيكم أفكار هسه، ونركز لكم على التركات البروبلم المطلوبة بالمخطوفات. طلعت الـ A A الـ V A الـ X A، طلعت بالنسبة لـ B، بعدين ايش طلب مني؟ Relative Velocity، بس بلاحظ انه عندي هاي لفوق وتحت وهي يمين ويسار. شو بعمل انا؟ اخذ Vectors. هسه الكتاب حال زي هيك زوايا وفيكتور، انه اخذناهم بالستاتيك كذا، عندي متجه زي هيك ومتجه زي هيك، واخذ شو اسمه هذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا وهاي المحصله مثلا، واخذ هذا المثلث، هذا المثلث اللي هو هذا. لا انا بديش الزمكم هيك، احنا نعرف انه في طريقتين لايجاد المحصله، يا المثلثات يا الفيكتورز. انا بحل لكم فيكتورز، والدكتور اصلا ما حيحل راح الفيكتورز، راح لكم مثلثات. فشو بعمل انا؟ طلب من ريت فيلوسيتي، طبعا هايها R. ليش سماها R؟ قلت لكم أول ما بلشنا مراجعة X و Y إذا كانوا مع بعض بنسميهم R، اللي هو position vector.
طيب شو بنعمل هسه؟ نطرحهم من بعض بس طرح متجهي اي وجي مقدار تربيعي وزاويه، بيطلع معي الزاويه هاي، بيطلع معي مقدارها. بالنسبه للسرعه والتسارع نفس الشيء، هاي في مش صعب كثير. طيب نشوف البروبلم، هذا السؤال مش بالسيلبس، دكتور ناس يحطه. رح نرجع نحله. ظل دقيقة، رح أطفي الزوم وبعد ما ترجع بالدقيقة هاي حدا بده يسأل سؤال، رح أرجع بعد دقيقتين. مطولين، مشوار مطول، رجع 3:12. طيب هيك شكله ما حدا عنده سؤال، كمان دقيقتين أرجع أفتح الميتينج.